هذه أول مرة أزور فيها سوريا. الحقيقة وصلت منذ يومين وقضيت حوالي 48 ساعة وأنا أقوم بوضع اللمسات الأخيرة على معرضي. سأبدأ بزيارتي إلى البلد، فأنا من خلال نظري من نافذة السيارة أبدي إعجابي وسروري. فنان بيحمل برصيده التشكيلي عشرات المعارض بأسلوب تجريدي خاص أكسب شهرة واسعة محلياً وعالمياً. سعداء جداً لوجوده لأننا حريصون أولاً على توتين أواصر التعاون مع الشعب البرازيلي الصديق والعزيز، والتبادل الثقافي فيما بيننا أمر مهم للغاية لزيادة التعارف وتمتين العلاقات كما قلت، وثانيا لأننا حريصون أن يطلع طلاب الفنون وعشاق الفن التشكيلي والفنانون التشكيليون عن قرب على أعمال لويس لولينو المميزة للغاية. إقامة هذا المعرض مهم لأن الفنان دولينو واحد من أعظم الفنانين التشكيليين التراجيديين في البرازيل، ولا يستطيع البرازيل أن يقدم في هذه الفترة لسوريا أفضل من هذه الزيارة الثقافية التي هي عبارة عن ربط بين البلدين ودعم للصداقة التي تربط بين البرازيل وسوريا. البرازيلي لويس دولينو البالغ من العمر 78 عام حاول كسر النمطية بعالم الهندسة والألوان باستنباطه من ثقافة الفن البرازيلي ونقله لعدة بلدان ومنها سوريا من خلال معرض نور يلي أقيم بالمتحف الوطني. برأيي هذه الزيارة للمعرض سمحت للسوريين الاطلاع على فني وليلاحظوا الصلة الوثيقة بتاريخ الفن في سوريا وفني. أنا درست الفن التجريدي وعدة فنون، والطلاب عليهم امتلاك المعرفة بالمجال الفني التشكيلي لأنه يعمق ويعزز من خبراتهم. لدي برنامج كبير سأبدأه، ومنها زيارة تدمر والجامع الأموي والحارات القديمة والأسواق القديمة، لأنني أحب كل شيء قديم والاطلاع عليه. اختار الفنان دولينو لاعتباره أن المعرض آتي من بلد مليئة بالنور والسلام وهي البرازيل، وحبيب إلها برسالة ثقافية للبلد الصديقة سوريا.